معانا دلوقتي على التليفون الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيره، عشان نتعرف منها على كافه التفاصيل المتعلقه بالمشروعات اللي تمت بالفعل في محافظه البحيره في اطار طبعا مبادره حياه كريمه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير استاذه منى. اهلا بيك يا فندم. كلنا تابعنا امبارح جوله دكتور مصطفى مدبولي، عايزين نتعرف منك اكتر وتوضح لنا حجم الاعمال والمشروعات اللي تم استهدافها في المرحله الاولى في البحيره. في البداية صباح الخير عليكم جميعا، واحنا حقيقي فخورين بزيارة دولة رئيس الوزراء امس لمركز وادي النطرون اللي هو في الكيلو 106 طبعا من طريق القاهرة اسكندرية. كتير من الناس مش عارفين ان في الطريق ده في مدينة كاملة وقرى ومواطنين ساكنين. فالحقيقة امبارح شرفنا سيادته واستهل زيارته الحقيقة بزيارة مقر سكن كريم، ودول عبارة عن أربع عمارات معمولين داخل القرية، ويعني بيضموا كمان حظائر في الخلف عشان نبقى يعني حاجة ملائمة لطبيعة الريف وطبيعة سكن المواطنين هناك. كمان سيادته زار مجمع خدمات كفر داوود، وده اللي انتهى بنسبة 100%، مركز تنمية الصحة والأسرة بكفر داوود، وده مركز متكامل فريد من نوعه الحقيقة، لأن هو بيضم خدمات صحية وأيضا اجتماعية زي مشغل للسيدات وحضانة للأطفال، بالإضافة بقى للتدخلات العلاجية والعلاج الطبيعي والكشف المبكر وهكذا زي كده. ايضا زار المجمع الزراعي بكفر داوود، وده بيقدم كل الخدمات بقى اللي لها علاقه بالسماد والتقاوي ونفس فكره الجمعيات الزراعيه الحاليه، وكل ده برضو انتهى بنسبه 100%. الحقيقه ان سيادته حرص تماما على انهاء جولته بقافله طبيه مقدمه من رئاسه مجلس الوزراء مركز الاستخفافات الطبيه، وبالتعاون مع جامعه طنطا، ودي كانت معموله في احد المدارس بوادي النطرون. سيادته زار وتفقد جميع التخصصات المتواجده واشاد الحقيقه، وانهى زي ما حضرتكم تابعته بالمؤتمر الصحفي اللي الحقيقه سيادته اشاد بالمشروعات اللي استعرضها معالي المحافظ اللواء هشام امنه في بدايه الجوله. وكمان سيادته يعني نوه عن بدء يعني الحزم الحمايه الاجتماعيه نهايه اغسطس. طيب دكتورة نهال، يعني لما بنسمع دخول حياة كريمة في أي مكان دايما بنبقى عايزين المرحلة الأولى تخلص عشان نبتدي في المرحلة الثانية، علشان نبتدي في المرحلة الثالثة، يعني عايزين إن كل القرى تبقى نموذجية، وعايزين يبقى كل الأماكن وصل لها الخدمات بشكل رائع. متوقع إنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى إمتى؟ احنا حاليا زي ما حضرتك تابعنا في التقرير اللي بشكركم عليه، المشروعات عشان تنتهي هم اجماليهم 8868 مشروع، واحنا حاليا اللي انجز في يعني في حدود ال 75% من هذا الرقم يعني بالتقريب. وفي الحاله دي نوه السيد مسؤول الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وهم اللي قائمين بعمليه التنفيذ، ان باذن الله فيما عدا محطات معالجه الصرف الصحي سيتم الانتهاء ان شاء الله بنهايه هذا العام 22، وده مش لاي شيء يعني اقتصادي او مادي، لكن هو للوقت اللي بتاخده محطات المعالجه علشان انها تاخد وقتها في يعني البناء الصحيح، وبرده مش هتمد قوي، لكن هي كل المشروعات هتنتهي باذن الله بنهايه 2022، وحتى الوصلات المنزليه والخطوط كل المشروعات من المرحله الاولى. ايوه يا فندم بالظبط، انا بتكلم الاولى. الثانيه طبعا حضرتك زي ما برضو تابعنا في مركزين داخلين في الدلنجات وايتام البارود، دول انتهينا من عمل الخطه بتاعه المشروعات والحوار المجتمعي، لان حضرتك عارفه حياه كريمه بتتعمل بان احنا بنقعد مع المجتمع اللي هيتخدم من هذه المبادره، بنشوف افكارهم وطلباتهم، الناس محتاجه ايه، مش بنعمل تخطيط من دماغنا وخلاص، بنشوف الناس عايزه ايه، ايه المتاح تنفيذه، ايه اللي يتعمل بشكل يعني مخطط وبيتم تنفيذه بالفعل. بالظبط، بعد كده بتيجي مرحله زي ما حضرتك قلتي على الواقع بقى، انا ايه اللي من احلام وافكار الناس ممكن احققه، وبعد ما يعني ما بيحصل ده بتترجم الى ارقام ماليه متكلفه وخطه زمنيه، فده كله انتهينا منه وفي انتظار انتهاء المرحله الاولى عشان نبتدي ان احنا نشتغل على المرحله الثانيه. طيب لما نيجي نقول ان عندنا مناقشات حصلت وعندنا اتفاقيات حصلت في المشروعات دي وزياره دوله رئيس الوزراء، اعتقد ان هي ممكن تسرع من تنفيذ مثل تلك المشروعات.
الحقيقة أيوة، لأن كمان استعرض معالي المحافظ اللواء هشام أمنة في مستهل الزيارة الحقيقة إنجازات وحجم المشروعات اللي تم ضخها في محافظة الكفيرة من قبل الدولة طبعا من 2018 وحتى الآن، اللي هي بتقدر زي ما حضراتكم يعني تابعتم بحوالي 80 مليار جنيه. نعم. وده رقم ضخم لم تشهده محافظة البحيرة من قبل، وده برضو عايز أقول انعكس بقطاعات كتير، وسيادته سيادة المحافظ استعرض على سبيل المثال قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الري، قطاع الكهرباء والصرف الصحي والمياه، قد ايه في طفره في الخدمات. ده بعيدا عن حياه كريمه، انا بتكلم هنا في المشروعات القوميه اللي تم تنفيذها بالفعل. ايه يا دكتوره، يعني بعيدا عن حياه كريمه اللي واخده يعني منحنى مختلف وبتشتغل بسرعه جدا، لكن احنا عندنا مشروعات تنمويه وعندنا مشروعات قوميه بالفعل تم تنفيذها في المحافظه. أنا ما عنديش مشكلة أسردهم لحضرتك واحدة واحدة، حضرتك لو معاكي ساعة. يعني أنا هبتدي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. إحنا بنتكلم في حوالي 157 مشروع بتكلفة 13 مليار جنيه، دول يا فندم ما بين بقى محطات مياه وما بين وصلات مياه وما بين محطات روافع، برضو مشروعات الطرق والكباري عندنا حوالي 57 مشروع طرق بإجمالي أكتر من 171 كيلو متر رصف. عظيم. ده غير الكباري بتاعه المشاة اللي تمت، وكمان طبعا تطوير محطه سكه حديد دمنهور. عندك حق فعلا يا دكتوره، الموضوع محتاج ساعه فعلا عشان نتكلم عن كامل المشروعات اللي تمت في البحيره ضمن مبادره حياه كريمه. دكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره، شكرا جزيلا ليكي.